السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها فأنت وليها ومولاها. أصدقائنا وشركائنا في يوميات محامي، أهلا وسهلا بكم. رجعنا لكم تاني في حكاية من حكاياتنا اليومية والمتجددة والمتكررة اللي دايما بنستمدها من استشاراتكم واستفساراتكم اللي بتارد لينا على صفحة القناة. الست لما مات جوزها، اولاد جوزها طردوها بره وقالوا لها مالكيش عندنا حاجه، لا ليكي ميراث ولا ليكي زرعه ولا قلعه ولا ليكي عندنا شيء. اتصلت بينا، طيب تعمل ايه؟ طيب انا من مدرسه حل المنظره. يعني ايه مدرسه حل المنظره؟ قبل بس ما احكي لك قصه حل المنظره، يا ريت فضلا وليس امرا لو لسه اول مره حضرتك تشوفنا تدعمنا معنويا وتشترك في القناة عشان يجيلك كل جديد ومفيد. ندخل في الحكاية. يعني ايه حل المنظرة اللي انت بتتكلم فيه وشكلك هتتكلم كلام انشا ومالوش لازمة؟ هقول لك لا. مواضيع الاحوال الشخصية مواضيع حساسة وملعبكة وداخلة في بعضيها، ولما بتروح المحكمة بتتعقد اكتر واكتر. طب ازاي؟ هقول لك. الاهل ودايما الناس اللي هم فيهم صلة أرحام بينهم وبين صلة أرحام دايما بيبقى مستأسدين ومستأوين على بعضهم. ده الواقع العملي اللي بيقول كده، أنا مش بقول كلام جديد من عندي، بس أنا بكلمك النهاردة في موضوع الحل الودي. الأول أنا بتكلم، مش بقول لك لا أنت ما تروحش المحكمة، لا هتروح المحكمة بس في أضيق الحالات. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الأول كان يقدر يماطل وكان يقدر يسوف وكان يقدر يستحوذ على التركة وما يديكيش حاجة، لكن بعد التعديل الجديد اللي صدر، اللي ممكن يكون في حد سمعني وما يعرفوش ان في تعديل جديد صدر في قانون المواريث، تعديل اقر رئيس الجمهورية في 2017 على وضافه لمادة المواريث اللي ما كانش فيه مادة بتجرم عقوبة أو بتدي عقوبة للامتناع عن تسليم الميراث أو استحواذ على مستندات خاصة بتركة أو ميراث أو ما إلى ذلك. تعال النهاردة الأول بس نتكلم فيه، ممكن حضرتك تحل الموضوع بدون ما تكبره وتروح وتجري. أولا للست اللي ليها ميراث، فيه ناس بتقعد وتقول يا اخوانا الست دي ليها واحد اتنين تلاتة، ممكن تاخدي حقك. حاولي بالطرق دي الاول، حاولي بالطرق دي مع اولاد جوزك واهلية جوزك في البداية ان انت تاخدي حقك بطرق ودية. لو هتاخدي حقك اقل عليكي يخلف وعليهم هيتلف لو هم ظلموكي وما ادوكوش حق. ده رقم واحد، لان احنا في الاول وفي الاخر ربنا هيرث الارض ومن عليها، يا وارث من يرثك. يعني اللي بيستحوذ واللي بيظلم الناس واللي بياكل حقوق الناس في دنيا وفي اخره وفي حساب وفي عذاب وفي ماراثون شغال جاي بعدين، انت ايش بعد الوقت في الدنيا، لكن في الاخر هتلاقي حاجات حلوه ان شاء الله. طيب الحلول الوديه فشلت ومعرفتيش تاخدي حقك. انا بحب بس ابشرك ان الاول زي ما قلنا في البدايه انه كان ممكن يباطل ويسوف وما يديكيش حقك، لان ما كانش فيه ماده في القانون تلزمه يديك حقك. بالبلدي كده صدر تعديل في قانون المواريث مضمونه ان اللي يمتنع عن تسليم ميراث لوارث، عن تسليم ميراث لوارث أو يحجز مستندات أو يخفي مستندات لأعيان تركة وما إلى ذلك، بيتم الحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور بالغرامة اللي بتوصل من 20 ل 100 ألف. ده غير إنه العقوبة بتضاعف في حالة العود، يعني لو هو كرر الجريمة دي مرة تانية. فأصبحنا النهاردة القانون والحمد لله بقى فيه عقاب على الامتناع عن تسليم تركة أو ميراث لوارث. طيب عشان أمشي في الحكاية دي صح، أنا طبعا أنا ما أتمناش في البداية إن حضرتك تروح المحكمة، مش عايزك تروح المحكمة. أنا عن نفسي زي ما أنا قلت
حل المنظرة. حل المنظرة ده لو انا كنت لسه ما اتكلمتش عليه، حل المنظرة ده اللي هو يعني ايه الحل الودي، ان احنا بنحل الموضوع فيما بيننا، عليا شوية عليك شوية، الدنيا بتمشي، لان المحاكم يعني الواقع العمل اللي احنا عايشين فيه ممكن حد يستغرب الكلام ده يقول لي انت اللي بتقول الكلام ده، يعني انت بتتكلم ازاي وتقول الناس ممكن تحل؟ لا للأسف بيفضلوا يلفوا ويروحوا وييجوا، في الآخر بيقعدوا قعدة المنظرة زي اللي بيقولوا عليها عندنا. يعني في النهاية بيتحل الموضوع بشكل ودي، لأن الأبعاد المحكمة الخصوم بقى فيه كتف في الخصومة ومحدش عنده نية الحل. فإذا اتدخل حد من العقلاء الموضوع بيتحل ويخلص، ولا محكمة ولا وجع راس ولا الكلام ده كله. طيب حضرتك قلنا بقى فشلت حل المنظرة ومفيش عنده حتى عنده استعداد، وكل واحد متشبث برأيه. أولا لازم حضرتك يكون معاك إعلام وراثة. إعلام وراثة ده اللي بيطلع بيثبت إن حضرتك أحد الورثة، يعني أنت وارثة من ضمن ورثة المورث الراجل اللي هو توفى إلى رحمة الله. معاك إعلام وراثة. بعد إعلام الوراثة معاك شهادة بتقول ان انت، او انذار معين بيتبعت للوارث او المستحوذ على التركة عشان تثبتي ان هو امتنع. الانذار ده بيتعمل بتقولوا له الله انا ليا عندك كذا وكذا وكذا، بس كذا وكذا وكذا ده ما بيجيش الا اذا كان مع سعادتك حاجة اسمها حكم فرز وتجنيب. الموضوع موضوع المحكمة عشان أنا مش عايز أتكلم فيه كتير، لأن الموضوع برضو إن كان صدر تعديل بعقوبة إلا إن برضو حط شروط معينة لازم عشان تاخد حكم على من تحت يده الميراث. لازم يكون معاك حكم فرز وتجنيب ببيان التركة والأعيان اللي هو سابه، يعني في إيه الراجل ده ساب أرض ساب بيت ساب مش عارف إيه الكلام ده كله، التركة اللي هو ترك. تكون التركة دي تحت يد مين؟ الوارث وهو المستحوذ عليه، او تكون معاه المستندات الاثبات للملكية. معاك اعلام وراثة قلنا بتعمل له انذار ان انت سعادتك مستحوذ او معاك الميراث بتاع الناس دي، والمفروض ان انت تقسم الميراث ده. عملنا الكلام ده كله، عملنا دعوة فرز وتجنيب او حكم، معاك حكم، او حتى لو معاك صور من المستندات الملكية ممكن تعملي الجنحة اللي هي جنحة الامتناع عن تسليم الميراث. موضوع الجنحة دي انا والله ما بحبذهاش الا في النهاية في الاخر. طيب التعديل ده لما حصل هتقول لي ممكن الناس دول يجوا في نص الطريق ويتصالحوا، اقول لك القانون اجاز ان انت في اي مرحلة كانت عليها الدعوة بتتصالح، سواء قدام النيابة سواء قدام المحكمة سواء بعد ما خدت حكم من المحكمة وجيت تنفذ، يبقى فيها تصالح. وفي النهاية ما نتمناش حد يروح المحكمة، يعني نتمنى، انا اتمنى على الله في موضوع المواريث بالذات واي حاجة تتعلق بالاحوال الشخصية ما توصلش المحكمة، تتحل في اطار الاسرة. حتى لو جاء يعني حقك خدتيه ناقص شوية، حتى لو انت اديت حق الحق زايد شوية هتلاقيه عند ربنا فوق. في النهاية مش عايز اخطر عليكم، لو في اي سؤال او استشارة تتعلق بالمواريث والتركات، حاجة تتعلق بالفرز والتجنيب، احنا ما بنعملش دعاية لنفسنا ولا دعاية شخصية، احنا كل الغرض من القناة والكلام اللي احنا بنتكلمه في القناة ان حد يسمع مننا معلومة ممكن توفر عليه سنوات ضوئية من اللجوء للمحاكم، لان طريق المحاكم احنا عارفينه وناس مجرباه، والواقع العملي بيقول انه طريق صعب، وطريق كله مليان اشواك مش معبد بالورود، مش مفروش رمل ولا ورود، لا طريق كله اشواك. فانا اتمنى على الله اعوذ بالله ان الانسان اللي يقدر يحل موضوع الاحوال الشخصيه والتركات يبعد عن المحكمه. في طرق كتير وديه تقدر تحل، الطرق الوديه دي هتجدي حاليا لان في تعديل بقى في عقوبه، طالما هو عارف ان في عقوبه لما تروح تقول له حل هيحل ان شاء الله.
لو لسه ما اشتركتش في القناة ولسه متابعنا لغاية دلوقتي فضلا وليس أمرا، دعمنا معنويا وتشترك في القناة عشان يجيلك مننا كل جديد ومفيد. ودمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.